لا تنس ربك أيها الإنسان. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين. وصل يا رب علينا معهم بمنك وكرمك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، المصير، يا لها من لحظات حين نام الواحد منا على فراش الموت والشياطين تحاول إغواءه وإغراءه. فلقد قرأت أن عبد الله ابن الإمام أحمد، ومن هو أحمد؟ إمام أهل السنة. لما حضرته الوفاة كان يقول لا بعد لا بعد، فلما أفاق قال له ولده عبد الله: يا أبتي، ماذا تقول؟ فقال الإمام: يا بني، إن الشيطان قائم بحذائي، عاض على أنامله، يقول: يا أحمد فتني، وأنا أقول: لا بعد لا بعد، حتى أموت على لا إله إلا الله. فإذا كان العبد يا إخواني من المؤمنين الصادقين، وإن كانت الأخت من المؤمنات الصادقات، أنزل الله عز وجل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، يحملون من أكفان الجنة وحنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. فإذا ما انتهى الأجل كما حدده ربنا جل وعلا، نادى عليه ملك الموت هذا النداء الجميل: أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، أخرجي حميدة، وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. أيتها الروح الطيبة، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. وصدق ربنا جل وعلا إذ يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. يا الله، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، أي ذلك ما كنت منه تهرب، ذلك ما كنت منه تفر. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن ترى عند موتك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، ذلك ما كنت منه تحيد، تهرب وتخاف وتفر، تحيد إلى الطبيب إذا جاءك المرض، وتحيد إلى الطعام إذا أحسست بالجوع، وتحيد إلى الشراب إذا أحسست بالظمأ. ثم ماذا؟ أيها القوي الفتي، أيها الذكي العبقري، يا أيها الكبير ويا أيها الصغير، يا أيها الغني ويا أيها الفقير، يا أيها الحاكم ويا أيها المحكوم، ويا أيها الظالم ويا أيها المظلوم، كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذخور سيفنى، وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق
إلى ربك يومئذ المساق. انتهى الأجل، انتهى الأجل أيها الغني، انتهى الأجل أيها الظالم، انتهى الأجل أيها الملك، أيها الحاكم، أيها الرئيس، أيها الطائع، أيها العاصي، انتهى الأجل، انتهت الحياة. وقيل من راق؟ قال ابن عباس: أي من يرقى بروحه إلى الله جل وعلا. هل ترقى بروحه ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ وقيل من راق؟ قال قتادة: أي من يرقيه، من يبذل له الرقية، من يقدم له الطب، من يقدم له العلاج، من الذي يحول بينه وبين الموت؟ فهو من هو صاحب الملك والجاه والسلطان، صاحب الأموال والعمارات والأطيان. استدعوا الأطباء، هيا بل احملوه إلى أي مكان في الأرض وهو على فراش الموت. وقد التف الأطباء حوله وداروا على اختلاف تخصصاتهم، هذا متخصص في القلب وذاك في المخ وذاك في الأعصاب وذاك في الجهاز الهضمي إلى غير ذلك، يريدون شيئا. وملك الملوك جل وعلا قد أراد شيئا آخر. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. عجز الأطباء وحاروا والتفوا حوله وداروا، فلقد اصفر وجهه وشحب لونه وبردت أطرافه وتجعد جلده وبدأ يشعر بزمهرير قارس يزحف إلى أنامل يديه وقدميه، يحاول جاهدا أن يحرك شفتيه بكلمة التوحيد، فيشعر أن الشفة كالجبل لا يريد أن يتزحزح إلا لمن يسر الله له النطق بكلمة لا إله إلا الله. فمن قائل يقول: إن فلانا لا يستطيع أن يحرك لسانه، والآخر يقول: إن فلانا لا يعرف أهله وخلانه، والثالث يقول: إن فلانا لا يكلم أولاده وإخوانه. فكأني أنظر إليه وهو يسمع الخطاب ولكنه لا يقدر على رد الجواب، فإذا وعى من حوله في لحظة صحوة بين السكرات والكربات نظر إلى أهله وأحبابه وإخوانه وقال بلسان الحال: لا بل بلسان المقال: يا إخواني، يا أبنائي، يا أحبابي، لا تتركوني وحدي ولا تفردوني في لحدي، فأنا أبوكم الذي بنيت لكم القصور، أنا الذي عمرت لكم الدور، أنا الذي أنفقت عليكم ونميت لكم التجارة، أنا صاحب العقارات، أنا صاحب الأموال، أنا صاحب الأطيان، أنا صاحب الجاه والسلطان. من منكم يزيد في عمري ساعة أو ساعتين؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين.
فسبح باسم ربك العظيم. نواصل في اللقاء المقبل إن شاء الله الطريق إلى المصير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المصير لكل الخلق عنوان، فارجع لربك إنه الديان. هذا المصير لكل الخلق عنوان، فارجع لربك إنه الديان. إن كنت ترجو للحياة دوامها، فاعلم بأنك غافل حيران. وعمل لآخرة يدوم بقاؤها، واجعل فؤادك زاده القرآن. إن المصير كتاب حق للورى، لا تنس ربك أيها الإنسان. هذا المصير.